أتتغلبين علي في المياه؟ لا أرى مانعاً لذلك. هيا يا بيج ماك، اقذفها في هذا الاتجاه. جدتي انتظري. ماذا كنت تقولين؟ جدتي، ألا تظنين أنه يمكنك الهدوء قليلاً؟ أنا كنت هادئة لوقت طويل، والآن بفضل دواء فليمفلام هذا لست مضطرة لذلك. جدتي، أيمكنني أن أكون مهرة البحار مثلك؟ بالطبع يمكنك يا صغيرتي، ليس هناك ما يمنع إلا أن تبدأي. حسناً، اقتربت المسابقة في بونيفيل، يمكننا المشاركة. مهر بحار تاريخية مثلك ستكون امتداداً للتاريخ. أنا لا أعرف، كوني أعود للمياه هو شيء، لكن المشاركة في مسابقة للمهور هو شيء آخر. حسناً. لا أعرف يا جدتي، السباحة تبدو شيئاً آمناً. وعلى كل، إن كان هذا الدواء يمكنك من السباحة في النار، فالمسبح لن يكون مشكلة على الإطلاق. سوف أكون النجمة العائدة، أنت محقة. كل ما نحتاجه الآن هو المزيد من الدواء.